أنا حابب إن احنا يعني أستعرض بعض الأنشطة الأسبوعية اللي احنا قمنا بيها كمجلس وزراء يمكن حضراتكم تابعتوا معانا كان هناك تسليم لعدد كبير من الوحدات الخاصة بمدينة العالمين وده كان شيء مهم جدا إن هذه المدينة يمكن الكلمة اللي أنا قلتها إن هذه المدينة منذ ست سنوات ما كانش موجود مدينة خالص على الإطلاق النهارده الحمد لله مدينه العالمين بقت النهارده يعني مقصد سياحي بكل المقاييس مقصد سياحي عالمي انا عايز بس اقول لحضراتكم ان الساحل الشمالي آه هذا العام آه في اكتر من مئة جنسيه آه زارت الساحل الشمالي وده النهارده ضمن خطه الدوله لما قلنا ان احنا عايزين نزود المقاصد السياحيه في مصر وان احنا نستهدف عدد كبير من السائحين النهاردة الحمد لله الساحل الشمالي بقى النهاردة مقصد رئيسي زي ما كان دايما بنتكلم على شرم الشيخ والغردقة ومدينة القاهرة لأ النهاردة بقى الساحل الشمالي أيضا مقصد مهم وهدف مدينة العالمين والمدن الأخرى زي راس الحكمة وكل المشروعات إن ما يبقاش الساحل الشمالي هو منطقة موسمية يدوبك ثلاث شهور ولكن يبقى بجد على مدار العام هو مقصد سواء للسياحه أو حتى لعمليه التنميه العمرانيه وعشان كده هدف تواجدنا في المدينه كل سنه إن احنا نشجع هذه الأفكار وإن احنا نشجع المستثمرين وقطاع الخاص سواء من مصر أو خارج مصر على الاستثمار في منطقه الساحل الشمالي ونسلط الضوء ونروج زي ما بنقدر نقول لمنطقه الساحل الشمالي في مصر عشان تكون مقصد للسياحه العالميه بصوره كبيره جدا في خلال الفتره القادمه. ايضا كنت سعيد جدا جدا بوجودي في رالي السيارات الكهربائيه وكنت فخور جدا بشباب المصري وهنا يمكن انا حابب اقول ان مهما قيل عن وكل ده شيء نقد ايجابي وكلنا حريصين على تطوير التعليم وجوده التعليم ولكن بيظل الشاب المصري اللي بيبقى خريج الجامعه المصريه وهنا بتكلم عن الجامعه الحكوميه والجامعات الحكوميه هو على يعني شباب على مستوى عالي جدا بيتميز بحماسه كبيره وعنده خلفيه علميه كبيره وبيطلع بافكار رائعه يعني الرالي ده وعدد السيارات اللي شفناها كلها سيارات كهرباء ومن اختراع وانتاج الشباب المصري شيء يفرح ويعطي الامل لينا ان هناك اجيال كبيره جدا لان مصر الحقيقه اذا كانت بتتميز بشيء هي الثروه البشريه وان يعني طول ما ما بنشوف ان الثروه البشريه دي بيتم تدريبها وتعليمها وتاهيلها بيبقى انتاجها كبير جدا وبالتالي احنا كدوله حريصين كل الحرص على دعم وتبني كل المبادرات اللي من شانها انها تدي لهؤلاء الشباب المساحه لإن هم يخترعوا ويزيدوا من إنتاجاتهم ومساهمتهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد المصري، أيضا كان هناك فعاليات للمؤتمر الكشفي العالمي في في القاهرة وده برضو شيء مؤتمر عالمي كبير جدا، الدولة المصرية كانت حريصة على يعني استضافته وإخراجه بأفضل صورة ممكنة في هذا الشأن.